لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم اخواننا المربين. اليوم حبيت اشرح لكم عن آلة تنظيف قشور الدخن، يعني آلة جيدة جدا او ماكينة تنظيف، فشي روعة وبسيطة وسهل شغلها وسعرها مناسب، كلش مناسب، يعني تختصر لك هواي وقت، كلش هواي تختصر لك وقت، وخاصة للي خاصة للأخوة اللي يربون نظام خانات، يعني مو فردي، تكون عملية تنظيف الدخن صعبة وتنفخ وراسك يدوخ والدخن مو نظيف. اليوم حبينا بهاي الماكينة مال التنظيف، الله شاهد لا عدي، وخاف الأخوة يقولون عدة ويسوي لها ترويج وإعلان، الله شاهد لا عدي ولا بيع من عدين ولا هاي. رحت يوم منت المحل وأنا شايفها قبل ولقيتها عدة أبو محل وعجبتني، فحبيت اليوم أشارككم المعلومات عنها. سعرها هي بسيط، يعني مو ذاك السعر الغالي. عشان الله الصورة الثانية الأكل راح يصير عندك نظيف، يعني أنت ما تتعب، حتى لو عندك أكثر من 100 طير بخانة ما تتعب، لأن تنظيفه راح يكون سهل وبسيط كلش. بس راح أنظفه قدامكم. هسه هذه نفال السطر، شوف هذا الأكل مال بن الزيوت كوكتيل، شوف ها مال الشامبي وصاخة، حطه هنا. يجي لنا بعد أكل هم مال الزيوت هذه، شوف واحد يقول الدخن نظيف او فشي، شوف هذا الدخن، شوف الكشور البي، شوف الكشور البي، احسن البي اشتغل، شغلها اشوف اشتغلت، انا الصوت مالتها من تشتغل. نبدي ننظف، شوفه ما نخليه هنا، اياها شوفها شغلتها سهلة وبسيطة. العود لا يطول المقطع، الله يكملك ساعة. هسه نجي نشوف الدخل، شوف هذا القشر، باع شوف كله قشر، هذا شوف الصفحة الثانية، هذا الدخن النظيف ما بي ولا قشر، ولا قشر بي باع، ولا قشر بي. أنا أنصح أخواننا المربين بهاي الماكينة، يعني فتشي روعة. شوف هسه هنا أنا بقى، شوف الدخن وشوف القشر. أنصح جميع أخواننا المربين واللي يريده وهنا بالناصريانة ذا اللي على شخص يشتري من عدة، يشتري من عدة متوفرات عدة بالناصرية، فقط شخص واحد هو يشتغل بيهن، يعني يجيب من عدة اللي، والباقي المحافظات موجودة، كل محلات الطيور أتوقع موجود، بس هنا بالناصريانة شفتها بس عند شخص واحد يشتغل بيها. مع تحيات أخوكم محمد.